إنفينيتي معكم. سأعرض لكم اليوم مخلوقا تم اكتشافه داخل الأهرامات المصرية وأعطى اهتماما كبيرا للعلماء. هيا بنا. للإحماء قليلا والبدء بهذه الحلقة لنبدأ بالاكتشافات غير العادية. قد تجد جميع أنواع الأواني القديمة في مصر، بعض الزخارف الغامضة وحتى المدن المدفونة، لكنها ليست مثيرة. من المثير للفضول العثور على مومياء غير عادية قد تكون فضائية. في نهاية العام الماضي عالم الأجسام المجهولة مارسيل ستيفان فعل ذلك، وأكد أنه اكتشف عدة مومياوات بجمجمة غريبة، ووفقا لكلماته من الواضح أنها قد تنتمي لممثلي حضارات خارج الأرض، ومن المرجح أن يتصل بهم المصريون القدماء. روى مارسيل أن المومياوات لها وجه يشبه البشر وتشبه كائنات فضائية نموذجية، لكنه لم يشارك الصور، إما أنه لا يزال يدرس القضية لنشرها على الإنترنت، أو أنه خدع بسبب العثور على بعض البقايا المعتادة، لكن يبدو أن لديه بعض الإحساس. هذا ما تقوله النتائج التي تسربت إلى الإنترنت. هذه الجمجمة الغريبة التي اكتشفت في مصر منذ عدة سنوات كانت طويلة، وهذا أمر معتاد للمحليين والفضائيين، يعتبر هذا شكلا قياسيا. ربما يكون العالم الألماني قد صادف نفس البقايا تقريبا. والحقيقة أنه في حالة هذه الجمجمة هناك متشككون أكدوا أن كل هذا هراء، وأن هؤلاء مصريون قدماء مارسوا استطالة الجمجمة الاصطناعية، ذلك ليتميزوا عن غيرهم. هذه ليست حجة سيئة، لقد كان هذا بالفعل. بنفس الوقت هناك اكتشافات غريبة أخرى لا يمكنك رفضها. مثلا هذه المومياء الغريبة وجدت في أحد إهرامات الجيزة. بشكل عام اكتشف العلماء 4 مومياوات، لكنها واحدة فقط التي تم نشرها على الإنترنت. غياب السرة، اختلافات في الوجه، اختلاف في بنية الجمجمة. هل يمكننا قول إنه نرى مومياء شخص أمامنا؟ إنه مخلوق من خارج الأرض. بجانب ذلك تم تأكيد ذلك ليس فقط بصريا، بل أجرى العلماء تحليلا للحمض النووي واكتشفوا أنها لم تكن بشرية ولا تشبه الحيوانات، النظرية المتبقية حول الفضائيين. هناك نظرية أن الأهرامات بنيت على يد فضائيين، وكل هذه المومياوات الغريبة الموجودة في الهرم تعزز صحة هذه الرواية، لكن يوجد العديد من الأشياء الغامضة الأخرى هناك. على سبيل المثال، منذ عدة سنوات قام روبوت باستكشاف أبعد غرفة في هرم خوفو، صادف جداراً بشكل وردة يغطي الغرفة السرية. لقد حسب العلماء أنه يمكن أن يكون هناك شيء ما في الداخل، وكانوا محقين. التقطت كاميرا الروبوت هذا، ولأسباب واضحة كانت جودة الصورة سيئة، لكن العلماء يعتبرون أنها من الممكن أن تكون بقايا فضائيين. هناك نظرية تقول إنه دفن حياً عندما أكمل الأعمال الداخلية للهرم، والمثير أن المعلومات التفصيلية تم تصنيفها من قبل الحكومة المحلية. هذا هو التفسير لماذا فقط هذه الصور السيئة تم تسريبها للإنترنت. المنظرون متأكدون من أن هناك شيء آخر في الغرفة، ويمكن أيضاً أن يكون شيئاً حياً. هكذا خلال إحدى الرحلات الاستكشافية تم تصوير هذه. يقولون إنه ليس من البعثة، بل كان فضائياً بقي حياً بطريقة ما في الهرم. إن شكل الجسم هو الذي يشير إلى أصل فضائي، وهو أكثر شيوعاً بالنسبة للفضائيين. هناك اكتشاف آخر للمدفونين في هرم خوفو، لم يكن يمكن إخراجها، لكن الفحص أظهر بقايا مخلوق ما. هناك من يعتبره كائناً فضائياً آخر، بينما يعتقد العلماء أنه إنسان، بنفس الوقت ليس عادياً. هناك نظرية أنه هيكل عظمي لقزم. في مصر القديمة تمت عبادة الأقزام، ويقترح أنه بعد وفاة فرعون أقام الأقزام طقوساً محددة لحمايته من الأرواح الشريرة. وبالنسبة لهذا القزم، ربما تم دفنه في الهرم تكريماً له لإظهار مكانته العالية. رغم أن الرواية تبدو منطقية، يحتمل جداً أنه كان فضائياً، فهم مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بمصر والأهرامات. بالحديث عن الأهرامات، نعلم أن هناك 3 في الجيزة، تلك الأكثر أسطورية. هذه الأهرامات هي هرم منقرع وهرم خفرع، بالإضافة لهرم خوفو. بجانبهم يمكننا أن نرى ما يسمى بالتابعة لهرم منقرع. لكن ماذا لو أخبرتك أن هناك 4 أهرامات في الواقع؟ هناك معلومات تفيد بوجود هرم واحد أكثر على الأقل. هذا ما قاله المستكشف الدنماركي الشهير فريدريك نوردن.
عام 1730 ذهب للسودان مرورا بمصر. أثناء الرحلة قام بتدوين ملاحظات ورسومات تتعلق بالعمارة المصرية. بقي رسومات عديدة حيث يمكننا رؤية أن هناك 4 أهرامات متوازية، والمثير أنه لا شك في أن هذه هي نفس الأهرامات، حيث كتب فريدريك عنها بأنها تقع في جنوب شرق وشرق الجيزة. وبحسب كلام القبطان فإن الهرم الرابع يختلف عن غيره، كان أسود من الحجر الأسود صلبا كالجرانيت. كان الهرم هو الأطول أكثر من 150 مترا. وللمقارنة يبلغ ارتفاع هرم خوفو وهو أكبر هرم محفوظ 138 مترا. كتب نوردن أنه لا توجد قبور أو أشياء أخرى داخل الهرم الأسود، لكن فوقها يمكنك رؤية حجر أصفر ضخم بشكل مكعب، والذي ربما كان بمثابة قاعدة تمثال. يعتبر علماء المصريات هذه قصة رقيقة، وهم متأكدون من عدم وجود هرم رابع مطلقا. يمكنك طرح هذا السؤال: لماذا رسم نوردن الهرم ورسمه بالتفصيل؟ هذا غير منطقي، فحتى 3 أهرامات تصدم الأوروبيين. علاوة كان القبطان مشهورا بصدقه، ولم يكذب أو يحاول جعل الموقف غامضا. هل تبين أنه كان على حق؟ ولكن أين اختفى الهرم الرابع؟ لماذا لم يبقى له أثر؟ هذا لا يزال لغزا. ما حاجة الأهرامات؟ سيقول الكثيرون دون تردد: إنها مقابر للفراعنة. نعم، بنيت معظم الأهرامات لهذا، لكن أهرامات الجيزة العظيمة مثلاً ليست مقابر، ولم تدفن الفراعنة هناك. وفي أفضل الأحوال كانت مقابر مؤقتة، وبعد ذلك تم إعادة دفن الفراعنة في أماكن أخرى. تقول نظرية أخرى إن الأهرامات تمثل رمزاً للمكانة. كان الفراعنة يعتبرون آلهة، وكان عليهم أن يخلقوا شيئاً عظيماً. وهنا تأتي الأهرامات. هناك عدة نظريات مجنونة حول حاجة الأهرامات، سأخبرك المزيد عنها، لكن الآن سأخبرك أسطورة يجب سماعها. وفقا لها كانت الأهرامات بمثابة مخازن حبوب. وفقا للمقطع 41 من سفر التكوين في أسفار موسى الخمسة، باختصار رأى فرعون حلما أخافه بشدة، وطلب من يوسف ابن أجداد الكتاب المقدس تفسير الحلم. قال إن مصر ستواجه أولا حصادا وفيرا لمدة 7 سنوات، ثم مشاعة شديدة ل7 سنوات. طلب فرعون المساعدة، وبدأ يوسف يتجول في مصر لمدة 7 سنوات ليجمع الحصاد الوفير. تقول الأسطورة أنه قام بتخزين الإمدادات وجمع ما يكفي، وبالتالي أنقذ مصر من المشاعة. قرر المنظمون إعادة صياغة الأسطورة لتناسب نظرية هدف الأهرامات، وحصلوا على السيناريو التالي: قام المصريون ببنائها كمخازن حبوب ضخمة، وليس لجعلها مقابر أو إنشاءات فخمة للفراعنة. وهذا ما يفسر عدم إيجاد بقايا للفراعنة في الأهرامات. صحيح أنه ليس واضحا سبب ضرورة بناء كل هذه الممرات الصعبة، حيث يمكن أن تضيع بسهولة، وحتى بالنسبة لمخازن الحبوب كانت الأهرامات كبيرة جدا ومتقنة. هناك نظرية أخرى مثيرة، والتي بموجبها لم تكن الأهرامات مخصصة لشيء مادي مطلقا، لا لأجل تخزين الحبوب ولا كمقابر. وفقا للنظرية فإن الأهرامات هي قطعة واحدة كبيرة، بعد حلها ستفهم متى سينتهي العالم. مؤلف هذه النظرية عالم الفلك تشارلز بيازي سميث. في 60ات القرن 19 استكشف الأهرامات. عند عودته إلى وطنه في المملكة المتحدة كتب كتابا جوهره باختصار كما يلي: نحن على وشك الموت في الماء. اتخذ سميث نهجاً غريباً في إنشاء الأهرامات، وبشكل مخصوص هرم خوفو. وفقاً له لم يبني المصريون هذا الهرم، لكن الآلهة كما يتضح من المراجع الإلهية المختلفة في الهيكل يجب عليك تخليصها لفهم المعنى. رأى سميث علامات من نوع ما بكل شيء، حرفياً كل حجر، وفي النهاية جمع اللغز معاً. كتب أنه إذا قمت بقياس ممرات الهرم بالبوصة ستحصل على تسلسل زمني لتاريخ الأرض المستقبلي. مثلاً تصور قاعة الهرم الكبرى ذات الممر المائل ميلاد المسيح، وبعد 33 بوصة صلبة. وبما أن يسوع عاش 33 عاماً، فقد تبين أن البوصة تعادل سنة. وكتب أن القاعة تنتهي عند نقطة بين 1881 و 1911 بوصة. يعتقد أن هذا يمثل سنوات الضيقة العظيمة التي سبقت المجيء الثاني للمسيح، وبالتالي يوم القيامة ونهاية العالم. صدم المسيحيون وقلقوا من أن العالم سينتهي في 1881، ولكن كما نعلم لم يحدث ذلك. بشكل عام النظرية مشكوك فيها، وبنيت الأهرامات قبل المسيح بزمن. لقد كان العالم موضع صيحات
استهجان حتى أثناء حياته. أخبر عالم آخر كان على علاقة جيدة به سميث أنه أصبح وقواقا وانتقد نظريته، لكن دعونا نتخيل أن سميث بطريقة ما وبأعجوبة كانت نظريته صحيحة لهدف الأهرامات الحقيقي، وببساطة أخطأ في الحساب. ربما كان مخطئا في بضعة أعشار من البوصة، وسيكون المجيء الثاني خلال بضعة عقود. سنرى كيف هي الأمور. شخصياً أجد نسخة سميث مطولة للغاية وغير قابلة للتصديق، حتى النظرية المجنونة تماماً تبدو أكثر صدقاً على خلفيتها. تتعلق بكون الأهرامات المصرية محطات طاقة قديمة ضخمة، على الأقل يعتبر المنظرون هرم خوفو هكذا، ويمكن إثبات ذلك من خلال تكوين الهرم نفسه. الكتل الخارجية مصنوعة من الحجر الرملي وتحتوي الكوارتز، وتحتوي حجرة الملك وهي إحدى الغرف الرئيسية على الكوارتز. عند ضغطها تولد مادة الكوارتز كهرباء ضغطية، وهي شحنات كهربائية تظهر على وجوه الكوارتز عند تطبيق قوة على المادة. تقول نظرية الأهرامات الكهربائية أن كتلة هرم خوفو تطبق الضغط على نفسها بالتساوي، وهكذا يتم إنشاء تيار كهربائي مستمر. في الأصل عندما بني الهرم كان مغطى بألواح من الحجر الجيري النقي والتي لا تمرر التيار، وتبين أن الأمر كما لو كان هذا الهرم مغطى بغلاف عازل وتتولد في داخله كل الكهرباء. ساعدت ممرات وأعمدة الجرانيت فيه على الاحتفاظ بشحنة الطاقة وإعادة توجيهها، وبعبارة أخرى تمثل شيئا كالكابلات. لكن أين وجهت الكهرباء؟ وهنا تختلف الروايات، إذ يقول أحدها إن الشحنة ارتفعت من الأرض وتركزت في قمة الهرم ومن هناك انطلقت للخارج. شكل الهرم الأولي يتحدث عن نفسه، في الصور التي صممها العلماء تختلف القمة عن بقية الهرم، لذلك من الممكن أن تأتي الشحنة منها. وتقول نظرية أخرى أن الكهرباء ذهبت إلى مكان ما في الأرض ووجهت لأنظمة أخرى وانتشرت في أنحاء مصر. المنظرون يميلون للنظرية الأولى، وفي رأيهم أن الهرم يقع على استراحة الجيولوجية حيث تتركز الطاقة الخاصة، يمكن جمعها بواسطة الهرم وتحويلها لكهرباء ثم إطلاقها عبر القمة. هناك رأي مفاده أنه يمكن إرسال الطاقة للفضاء في شكل إشارات للتواصل مع الفضائيين، وكما يعتقد محبو المؤامرة إنهم من بنوا الأهرامات. لكن هناك نظرية مجنونة أخرى تشرح بناء الأهرامات. وفقا لها لم تبنى الأهرامات من قبل الفضائيين ولا العبيد ولا العمال ولا حتى من قبل الآلهة، بنيت بواسطة الديناصورات. أنا أخبرك، هذه النظرية مجنونة تماما وحتى سخيفة. بحسب أنصارها إن الديناصورات لم تنقرض قبل 65 مليون سنة، نجا بعضها أو ربما جميعها وتكيفت مع الظروف الجديدة، وبعد ملايين السنين كانت في مصر. قام المصريون بترويضها باستخدام ذكائهم المذهل وتسخيرها لبناء الأهرامات. كانت السحالة العملاقة قوية للغاية، لذلك كان يسهل عليها رفع وتحريك كتل متعددة الأطنان. يعتقد المنظرون أن الديناصورات تستخدم فقط كقوة غاشمة، فكل الممرات والكتل الملائمة لبعضها والمواجهة تم تنفيذها من قبل المصريين أنفسهم. ستطرح سؤالاً منطقياً، كيف يمكن التفكير في مثل هذه النظرية المجنونة؟ حسناً، يشير أصحاب النظرية لعظام الديناصورات التي وجدت عام 2014 في أحد الأهرامات. هذا هو الدليل الوحيد على نظريتهم. قد دحض علماء المصريات ذلك، فبحسب نقوش الجدران تم العثور على العظام أثناء بناء الأهرامات. لقد وجدها المصريون مثيرة لدرجة أنهم قرروا تركها بالداخل كقيمة. بشكل عام هذه نظرية غريبة ولكنها مضحكة. هناك نظرية أخرى بموجبها لم تبنى الأهرامات بواسطة الديناصورات أو حتى الفضائيين. كل شيء بسيط بناها المصريون بفوارق دقيقة، لم يجهدوا وسحبوا تلك الكتل وحركوها بمساعدة الصوت، هكذا طفت الكتل في الهواء باختصار. هذا يتعلق بالتحليق، رغم أن هذه النظرية قد لا تبدو أقل جنوناً وسخافة من قصة الديناصورات، فقد أثبت العلماء أنها صحيحة على الأقل جزئياً. أجروا سلسلة تجارب قاموا فيها برفع الأشياء الصغيرة بمساعدة الصوتيات والأصوات. إذا استخدمت محولات صوتية خاصة وضبطتها على التردد الصحيح، فيمكنك جعل الأشياء الكبيرة تحلق في الهواء. نظراً لأن المصريين كانوا أذكياء، فقد عرفوا كيفية تحريك الصخور الثقيلة هكذا. مثلاً هناك رأي أن هذا تم من قبل الكهنة الذين عزفوا على آلات موسيقية خاصة، أو ابتكر المصريون مولدات صوتية يمكنها جعل الكتل تطير. ربما ابتكر المصريون القدماء عموما شيئا لا يمكننا حتى تخيله، استخدموه ببناء الأهرامات في أسابيع،
لا تقلل من شأن ما قد يمكنهم فعله. يعتقد بعض المنظرين أنهم كانوا متقدمين على الزمن، لدرجة أنه كان لديهم نظام مراقبة بالفيديو الخاص. توصل الناس لهذه الفكرة بعد أن قام الباحثون بدراسة عيون تمثال مصري قديم لكاتب من متحف القاهرة، اندهشوا من مدى الجودة والمستوى العالي لأجزاء تجميع التمثال ومدى تعقيد الهيكل بأكمله، واكتشفوا أن عيون التمثال هي عدسات زجاجية مصقولة مثبتة بمادة لاصقة مجهولة التركيب. يوجد خلف هذه العدسات ثقوب بها عدستان أخريتان، التجميع والتشتت. وأخيراً يوجد خلف العدسات لوحة غامضة تحتوي على قطع مكسورة من الأسلاك النحاسية، وبناءً على ذلك تم طرح اقتراح مفاده أن عيون التمثال تحتوي على نظام مراقبة بالفيديو مدمج. وقام العلماء بفحص تماثيل مصرية قديمة أخرى، وجدوا أن بعضها تمتلك أنظمة بصرية معقدة مماثلة في أعينها. إما أن يكون كل هذا بقايا أنظمة فيديو خاصة بالمصريين، أو أنه مجرد مهاراتهم غير العادية في صنع التماثيل. الأمر متروك لك لتقرر. ماذا قال إيلون ماسك عن الأهرامات المصرية؟ كيف درسها نيكولا تيسلا؟ هل تم حل سر الهياكل الأسطورية في القرن الماضي؟ استمر بالمشاهدة. إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي معروف للغاية باختراعاته الصاخبة وتصريحاته التي لا تقل صخابة، والغريب أن بعضها كان مرتبطاً بالأهرامات المصرية الشهيرة وأثار ضجة على الإنترنت. كتب إيلون مرة: الفضائيون بنوا الأهرامات بوضوح. ثم بدأ الأمر، كان هناك الكثير يريدون مقابلته وطرح الكثير ليسمعوا تفسيرات وربما أدلة لا تزال مخفية عن أعين الجمهور. لكن الأمر لم يصل إلى هذا الحد، حيث تدخلت الحكومة المصرية وطلبت من إيلون أن يأتي لزيارتها حتى يثبت العكس. لا أعلم هل حدث هذا أم لا، لكن مهما كان الأمر لا أستطيع نسيان تصريحه. أخبرني، هل يمكن لرجل يشارك في رحلات الفضاء وهو أغنى رجل في العالم أن يفتقر للمعلومات حول موضوع يهتم به؟ اليوم سنتعمق في النظرية التي تدعم ذلك. لنبدأ بالإجابة على السؤال: من الذي بنى الأهرامات بالفعل؟ هذا ما سأله المؤرخون لمئات السنين، لكنهم ما زالوا لم يحصلوا على أي إجابة مؤكدة. مثلاً، كان الهرم الأكبر في الجيزة لسنوات عديدة يعتبر أكبر هيكل في العالم، رغم أنه بني منذ آلاف السنين باتجاه الشمال تماماً، ينحرف بمقدار 3.6 درجات فقط، ويتم محاذاته بشكل أكثر دقة من المرصد الملكي في غرينتش. لكن كيف تمكن القدماء من القيام بذلك؟ وليست مصادفة، لأن الأهرامات الأخرى ليست أقل إثارة. أول من حاول حل هذا اللغز هو هيرودوت. أعتقد أنك سمعت عن هذا المؤرخ اليوناني القديم، لذلك طرح نظرية مفادها أن الفرعون خوفو جعل الشعب المصري كله يعمل لديه وقسمهم إلى قسمين. كان أحدهم يعمل في توصيل الكتل الحجرية للساحل، وآخرون ينقلونها من هناك إلى الهرم. وعلى أساس دائم يعمل حوالي 100,000 شخص في موقع البناء، ويستبدلون بعضهم البعض كل 3 أشهر. عملوا لمدة لا تقل عن 10 سنوات. لكن السؤال الرئيسي: كيف يمكنهم رفع هذه الكتل الثقيلة؟ هذا غير واقعي. وفقا لهيرودوت هذا ليس صحيحا. كان يعتقد أن المصريين رفعوا الكتل باستخدام الرافعات الخشبية التي تشبه المهد. حسناً، لنقل أن هذا واضح، لكن كيف ظهرت هذه الكتل أصلاً؟ إنها مصقولة ونظيفة جداً، ويقال إنه من المستحيل وضع قطعة ورق بين مفاصلها. يقول أحدهم إنه لم تكن هناك حاجة لأدوات خاصة لهذه الدقة، لكن هذا ليس كل شيء. لفترة طويلة لم يستطع الناس أن يفهموا بالضبط كيف تم نقل هذه الكتل العملاقة رغم أنها مسطحة. عام 2013 كشف عن هذا السر من خلال إحدى المذكرات لرئيس العمال. في المذكرة وصف الناس أفعالهم، وقيل إن الكتل كانت تحمل على الماء على متن قوارب إلى قاعدة الهرم قيد الإنشاء على قنوات خاصة. إحدى هذه القنوات تحت الأرض التي تمد الهرم بالمياه اكتشفها عالم الآثار الأمريكي وعالم المصريات مارك لينر. يبدو أننا نملك الجواب، لكن كل شيء انتهى باكتشاف قناة واحدة، لذلك لم تحظى هذه النظرية باعتراف عالمي. ولم يكشف عن السر كيف تم تكديس كتل الجرانيت من الحجر الجيري المقطوع في الهرم. وبعد وقت قليل حاول علماء الآثار الفرنسيون والبريطانيون تفسير هذه المعجزة. لقد اكتشفوا جهازاً كان المصريون القدماء يتحركون به ويرفعون كتلاً ضخمة من الحجر الجيري.
وتبين أنه كان منحدراً في المحجر، تم سكبه منذ حوالي 4500 سنة، وذلك في وقت بناء الهرم الأكبر للجيزة. عليه تم نقل الكتل على الزلاجات وسحبها بالحبال. وفقاً للعلماء، فإن المنحدر أعطى الإجابة على لغز آخر: كيف تم رفع الكتل الثقيلة إلى الهرم؟ لكن النظرية الأكثر شعبية اليوم تمت مشاركتها من قبل مهندس معماري فرنسي. اقترح المهندس جان بيير هودين أن الهرم الأكبر بالجيزة تم بناؤه بمساعدة منحدرين لولبيين منفصلين، كان أحدهما منحدراً حلزونياً خارجياً والثاني موازياً وداخلياً. تم مد هذه الحجارة عليه حتى النهاية، ثم تم وضعها على شكل حلزوني خارجي. ودعماً لهذه النظرية، أثبتت الدراسات للأهرامات أن الصورة الحلزونية يتم رسمها في تصاميمها. طرح عالم جيوكيميائي فرنسي يدعى جوزيف دافي تويدز نظرية أن الكتل كانت مملوءة، كما قال هو نفسه، فقد فهم ذلك لأنه لاحظ شيئاً غريباً وغير معهود في الكتل. ولم يتطابق الحجر الجيري مع الموجود في المحاجر التي يتم التنقيب فيها، كما كانت البنية المشارية للحجر غير متبلورة أو تشبه الزجاج، مع وجود فقاعات هواء صغيرة لم تكن موجودة في الحجر الجيري الطبيعي. هنا رسم الرجل نظرياً وخطر له: لما يتم استخراج الكتل ونقلها إلى الجيزة؟ بل تم صبها في قوالب خشبية. وفقا للمصادر الرسمية، تمكن العالم من إنشاء خرسانة من الحجر الجيري المعاد تشكيله باستخدام 4 مكونات كانت متاحة للمصريين القدماء: الماء والحجر الجيري المسحوق والجير الحي والنيترون، مادة كانت تستخدم في التحنيط. أرسل جوزيف الكتل التي استلمها لفحصها، فتبين أن النتيجة مطابقة للكتل القادمة من مصر. بغض النظر عن مدى إثارة نظرية العالم الفرنسي، فإنها لا تزال فاشلة ولا تفسر عدة فروق دقيقة ظهرت في الدراسة. لكن يبدو لي أن نظرية الكائنات الفضائية لن تفقد أهميتها أبداً. بالمناسبة، كان الكاتب إيريك فون دانيكين من أوائل الذين قالوا إن الفضائيين شاركوا ببناء الأهرامات. يتم رفض أفكار كتبه من قبل جميع العلماء الأكاديميين تقريباً، لكن بنفس الوقت تحظى بشعبية كبيرة. استمع إليه بنفسك: بنيت الأهرامات من قبل حضارة خارج كوكب الأرض، على الأقل بسبب حقيقة تشابه تصميمها مع المحاذاة الفلكية. مثلا، تتوافق جوانب الهرم الأكبر بالجيزة بشكل مثالي تقريبا مع النقاط الأساسية 4 للبوصلة. يعتقد بعض المنظرين أن المحاذاة مقصودة، ومع ذلك فإن معظم العلماء يعتقدون أن الأمر صدفة، ولا أستطيع أن أؤيدهم في هذا. في الواقع، إن تصديق الكتاب أو علماء الآثار غير المشهورين هو ليس أنبل شيء، لكن الاستماع إلى عالم عظيم معروف للغاية قصة أخرى. كذلك نيكولا تيسلا كتب كلمته عن الأهرامات في التاريخ. حينها كان الناس يعرفون القليل عن الكهرباء، وبدأ تيسلا بالتفكير فيما إذا كان يوجد تقنيات مخفية بالأهرامات. وكانت لديه فكرة أن قوة الأهرامات مرتبطة بالكهرومغناطيسية، وقضى وقتا وجهدا كثيرا لمحاولة حل هذا اللغز. كان لديه نظريات غير عادية حول الأهرامات. كان يعتقد أن بإمكانها تخزين الكهرباء وتستخدم لتزويد الطاقة بشكل واسع، ويزعم أنه يوجد داخل الأهرامات غرفا سرية تتحكم في المجالات الكهرومغناطيسية، وذلك بسبب المادة التي صنعت منها. حتى أنه اعتقد أن الأهرامات ترتبط بطريقة بطاقة الكونية، والتي تستخدم للتنوير الروحي والشفاء. يبدو عصريا جدا، فلا عجب أن العالم كان يعد من المستقبل. لسوء الحظ، لم يحقق هذا العالم اعترافا خاصا بهذا الموضوع، وتخلى عن دراسة الأهرامات للأسف. لكن الباحثين المعاصرين استخدموا البيانات المتاحة وحصلوا على نتيجة مذهلة، وبمساعدة الفيزياء النظرية أجرى الناس دراسة توصلوا فيها إلى أنه إذا كانت موجات الراديو ذات طول محدد، فإن الهرم يمكن أن يركز الطاقة داخل غرفه ويقوم بتوجيهها في الاتجاه الصحيح للناس. اتضح أن تيسلا كان على حق، والأهرامات هي في الواقع مراكز تراكم الكهرباء. ربما نعم وربما لا. مرة أخرى، لم يعطي أحد إجابة دقيقة، لأن كل هذه الأفكار مجرد نظريات. بالحديث عن النظريات، بما أننا تطرقنا لموضوع الفضائيين، فلماذا لا نناقش احتمال تورط الأطلنطينيين ببناء الأهرامات؟ وفقا للأسطورة، منذ حوالي 11,000 سنة كانت قارة أطلانتس مأهولة بالحضارة المتقدمة. إذا الفيلسوف اليوناني القديم أفلاطون في أعماله تيماوس وكريتياس أن أطلانتس تقع خلف أعمدة هرقل،
كانت تلك الجزيرة ضخمة وكانت قوية بما يكفي لمهاجمة أوروبا. لا أحد يستطيع هزيمتهم سوى مصير شرير ولا يرحم. لقد أدى زلزال قوي للقضاء على الحضارة بالكامل من الأرض. وكما يعتقد المؤرخون، منذ تلك اللحظة بدأت الرحلة الأطلنطية العظيمة عبر الكوكب. من بين عدة أمور، استقروا في مصر وأخبروا المحليين معرفتهم وعلومهم ببناء الأهرامات. هناك سبب وراء وجود هياكل مماثلة في أنحاء العالم، ويمكن تفسير أوجه التشابه بينها من خلال حقيقة أن هذه الثقافات تشترك في أصل مشترك في أطلانتس. والغريب أن عضو الكونغرس الأمريكي في القرن التاسع عشر إغناتيوس دونلي تجرأ على تأييد هذه النظرية، وعام 1882 كتب كتاب أطلانتس عالم ما قبل الطوفان، وأشار إلى أن الحدث الكارثي الذي أنهى الحضارة لم يكن سوى الطوفان العظيم الموصوف في الكتاب المقدس. في الواقع حقيقة إن الناس شاركوا ببناء الأهرامات هي أكثر شعبية من نظرية الفضائيين، ويوجد مصادفات تثبت ذلك. والنظرية حول انعكاس النجوم هي التالية في هذه القائمة الطويلة. يمكن رؤية حزام أوريون الذي يتكون من 3 نجوم في كل مكان تقريبا، واستخدمه البحارة كثيرا في الملاحة الفلكية منذ مئات السنين. في أماكن وأوقات مختلفة تم تسمية أوريون بشكل مختلف، لكن جوهره ظل دون تغيير. قد تفكر حسنا، ما المهم؟ إنه مجرد كوكب، ما علاقته بالأهرامات؟ وكما تبين فإن العلاقة مباشرة. لم تبنى الأهرامات 3 في الجيزة بالصدفة، فضلاً عن مثلث برمودا ومركز نشأة الحضارة السومرية، فإنها تقع على خط العرض الأسطوري 33 درجة شمالاً. وبالطبع فهي أيضاً مرتبطة بموقعها باتجاه النجوم 3 لحزام أوريون. يربط المهندس المصري روبرت بوفال بين بناء الأهرامات وعرض حزام أوريون على الأرض. وإذا كانت كذلك، فإليك السؤال، كيف عرف القدماء كل هذا؟ لم يكن ممكناً أن يكون لديهم تلسكوب أو شيء من هذا لدراسة النجوم بوضوح وتفصيل. أو هل كان لديهم شيء ما لا نعرفه؟ ويعتقد بوفال أن الأهرامات 3 صممت كمشروع واحد، أو ربما تكتل يجسد أيديولوجية مصريين القدماء. يدعم هذا أيضا حقيقة عدم وجود مومياوات في الأهرامات. نعم، كان هناك توابيت، ونظريا يجب أن تكمن الجثث فيها، لكنها لم تكن هنا. هل هذه صدفة مذهلة أخرى؟ عندما نبدأ بكشف الطريق الذي سيقودنا للإجابات، تظهر فجأة مشكلة أو حقيقة أخرى مما يبعدنا عن الطريق. لذا هذه المرة سأتحدث عن الأهرامات الموجودة على القمر كدليل على الأصل الفضائي لها. سابقا كان يتم فحص سطح القمر بالأجهزة البصرية، وبالطبع لم تعطي صورة كاملة لهذه الأجسام أو تلك، مما أثار أسئلة وافتراضات بسبب شكلها غير العادي. لكن لحسن الحظ تتطور التكنولوجيا، واليوم يمكننا أن ننظر إلى سطح القمر بمساعدة التلسكوبات والأقمار الصناعية القوية. على خلفية المعلومات حول شكل القمر، تظهر المزيد والمزيد من الصور، وبعضها يثير القلق بعبارة ملطفة. بعد كل شيء على القمر، يجد الناس إنشاءات غير مفهومة تشبه الأهرامات المعروفة لنا. لأي شخص عاقل لن تسبب هذه الصور أسئلة. بعد كل شيء، كل شيء تافه تماما. وتظهر الأهرامات من الإضاءة عندما تسقط أشعة الضوء بزاوية عالية على السطح. لكن هل هذا صحيح؟ أم أن الناس يبحثون عن وسيلة لطمأنة أنفسهم عند رؤية الأهرامات على القمر؟ حادثة روزويل، ما علاقتها بالأمر؟ إذا كنت لا تعرف، هي وقعت في يوليو 1947 في مدينة روزويل نيو مكسيكو، حيث سقط جسم طائر مجهول. ادعى الجيش أنه كان قرصاً طائراً، لكن سرعان ما تخلى عن هذا مدعياً أنه قطعة من حطام بالون طقس. لكن زعم العديد من شهود العيان أنهم رأوا بقايا آلة طيران غير عادية وحتى جثث كائنات فضائية. حسناً، بعد الحادث وجد الناس رموزاً غريبة محفورة على بعض العصي في موقع التحطم. بدأ الناس يعتقدون أن هذه الكتابات الهيروغليفية كانت مقوشة على جسد الجسم المجهول. يبدو أنه لا يوجد شيء مثير هنا، لكن لنتعمق بالبحث عن الأهرامات أكثر. إذن يمكننا معرفة أنه عثر على شيء مماثل فيها. مثلاً في الأربعينيات عند مدخل الهرم الأكبر بالجيزة، تم العثور على 4 علامات غامضة، وحتى يومنا هذا يظل عغرض ومعنى هذه النقوش لغزاً. لكن الأمر الأكثر إثارة هو أنها كانت مشابهة لما عثر عليه في حادثة روزويل.
وجد اكتشاف الأهرامات من قبل عالم المصريات أندري بوشان، وهو في الواقع ربط الاكتشاف بالفضائيين. اتضح أن سكان مصر القديمة تواصلوا بالفعل مع الفضائيين، أو ربما لا يوجد فضائيين وسكان مصر انتقلوا ببساطة إلى كوكب آخر. لسوء الحظ من غير المرجح أن تعرف البشرية إجابات كل هذه الأسئلة. لكن لا تنزعج، ربما كنت مخطئا بالقفز للاستنتاجات. ماذا لو اكتشف الناس سر مصر القديمة لكن لا يدركون أو لا يريدون مشاركته مع الجمهور؟ عام 1887 ولد إدوارد ليدز كالنيل، وهو رجل شارك بصنع المنحوتات على مستوى الهواة بسن واعية بالفعل. بداية لم تكن هوايته مدهشة لأحد، ولكن بمجرد أن أظهر للناس أحد إبداعاته أصبح محاطا بالمراسلين، وأراد الجميع معرفة كيف فعلها. عمل إدوارد بمفرده وفضل الحفاظ على سرية عمليات البناء خاصته. كانت أساليبه غير عادية، فقد استخدم الحجارة الثقيلة وصنع تماثيل ضخمة متجانسة قام بنقلها بأبسط الأدوات والآليات. انظر إلى إبداعاته، هل تصدق أن كل هذا بناه رجل عادي وكذلك كان بمفرده؟ لا أصدق ذلك، ولكن كان الأمر كذلك. قال إنه اكتشف السر الذي استخدمه المصريون أثناء بناء الأهرامات، لكن إدوارد لم يشاركه كما قلت. أخذ السر إلى قبره ولم يترك سوى حديقته لينظر إليها الناس ويتساءلون كيف فعل كل هذا. رغم وجود الكثير من الاكتشافات غير المبررة في مصر، لنبدأ باكتشاف مثير في مصر. أنا أتحدث عن قبر مجهول تم العثور عليه مؤخراً، يبلغ عمره حوالي 3500 عام. لهذا السبب يهتم الناس بشكل خاص بالاكتشاف. يمكن أن تنتمي إلى الأسرة 18 التي ينتمي إليها الفراعنة توت عنخ آمون وإخناتون، من دفن في وادي الملوك. بالطبع سيكون شخص ملكي، على الأرجح أنها أميرة أو زوجة فرعون أو أحد أقارب الملك توت. هذه هي النسخة التي طرحها أحد المؤرخين الذين شاركوا في هذه الحفريات. كما هو معروف تزوج الملك توت وتم العثور على بناته في قبره، لكن زوجته لم تكن هناك. مع ذلك فإن فرص اكتشاف الحقيقة أقل بكثير من المعتاد. الحقيقة هي أن القبر في حالة سيئة بسبب سلسلة من الفيضانات والكوارث الطبيعية التي حدثت له خلال إقامته الطويلة تحت الأرض. غريب غامض. تعد مستوطنة سقارة من أكثر الأماكن شعبية بين علماء الآثار، لأنها توجد حيث وجد الناس الكثير من الأشياء المثيرة. في سبتمبر 2020 وجد العلماء الذين ظنوا أن هذا المكان قد استنفذ 13 تابوتا بداخلها مومياوات. بحلول أوائل أكتوبر من نفس العام ارتفع هذا العدد إلى 59 وتجاوز الآن عدة مئات. كما وجد العلماء أيضا مجموعة متنوعة من التماثيل، وتم تصوير الإله بتاح سوكر على 40 تمثالا. كان يعتقد أن التماثيل تتمتع بقوة سحرية وتساعد في العثور على ولادة جديدة بعد وفاته. في 20 تمثالا آخر وجدوا صورة لحورس إله السماء المصري، الذي تم تمثيله كرجل برأس صقر. ولكن من بين التماثيل التي عثر عليها كانت هناك أرقام لا يمكن تفسيرها بسهولة. تم كتابة اسم بونوموس عليها، لكنها لم تعطي العلماء أي أدلة. حتى الآن لا يزال العلماء يحاولون فهم من كان هذا الشخص المجهول في مصر القديمة. شخص ما يعتقد أن هذا كان أحد أبناء الفرعون، والبعض الآخر يقول إنه لم يكن موجودا. إذا كان لديك رأي خاص شاركه في التعليقات. القبر القديم. في العام الماضي عثر بالقرب من أسوان على مقبرة عائلية منحوتة في الصخر. وجدت 20 مومياء محفوظة جيدا من الفترة اليونانية الرومانية. من الواضح أن الموقع قد نهب منذ زمن، لكنه لا يزال ذو قيمة كبيرة، حيث عثر على مجموعة من القلائد القديمة والتماثيل النحاسية وطاولة القرابين المستخدمة في الطقوس. كما تضمنت المكتشفات أوان ونقالة مصنوعة من النخيل بالإضافة إلى الكرتون. كما احتوت المقبرة على مومياء طفل. لماذا تم وضعها في هذا المكان الغريب؟ وكان الطفل من؟ لا يزال ذلك غير معروف. صور المومياوات. في نفس العام 2022 اكتشف العلماء لأول مرة منذ 115 عاما صور مومياوات مصنوعة من طلاء الشمع. عثر على صورتين كاملتين وصورتين غير مكتملتين في موقع نصب تذكاري قديم، وهو مقبرة في مدينة في مصر. تم رسم اللوحات على أكفان من الكتان. من السهل معرفة أن أولئك الأشخاص ينتمون إلى الرتب العليا.
حيث أن هذه الصور باهظة الثمن ولا يتحملها الجميع. يظن مؤلفو الدراسة أنه رسمها فنانون من الإسكندرية، وهي مدينة مصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما عثروا على تماثيل لآلهة الحب وكتابات البرديات والكتابات اليونانية. قبر موجه نحو الشمس. يعود تاريخ هذا التالي لعام 1830 قبل الميلاد. أتحدث عن قبر غير عادي تم العثور عليه في مقبرة النبلاء والكهنة في تلك الأوقات. ومع ذلك فإن النقطة هنا ليست الآثار القديمة للاكتشاف، وليس أن القبر يخص شخصا رفيع المستوى، بل أنه كان موجها لنقطة شروق الشمس في الانقلاب الشتوي. تم تصميمه بحيث تصل أشعة الشمس إلى تمثال الحاكم. من المعروف أنه بين المصريين ارتبطت الشمس ودورتها دائماً بالولادة الجديدة. يرمز الانقلاب الشتوي إلى انتصار النور على الظلام، وعادة ما يتزامن الانقلاب الصيفي مع فيضان النيل. كان كلا التاريخين ذا أهمية كبيرة لثقافة مصر. بناء على هذا الاكتشاف كان الناس وقتها يعرفون كيفية حساب موقع الشمس واتجاه أشعة الشمس. استخدم المهندس المعماري القديم أبسط الأدوات كعمود يبلغ طوله حوالي المتر ومعه مربع، وهكذا قام بحساب اتجاه القبر والكنيسة والتمثال. وإن كان من المفترض أنه ليس قريبا من الدقة، كل هذا معا سمح للمهندس بتحديد حجم القبر حتى لا يتداخل مع المقابر الأخرى. بالحديث عن فيضان النيل، هل تريد أن أخبرك شيئاً مثيراً حول هذا النهر؟ هناك نظرية مفادها أن قدماء المصريين عرفوا كيفية تنظيم تدفق النيل لتسهيل البناء. قاموا بتحويل بعض المياه عبر قناة بحر يوسف وخفض منسوب المياه. إذا احتاجوا العكس استخدموا سدود القناطر التي رفعت مستوى النيل بسرعة هائلة. هذه ليست نظرية بسيطة ولكنها حقيقة مثبتة. ليس بعيداً عن المقبرة الملكية وجد علماء الآثار العديد من السدود التي تم إحضار مواد البناء عبرها إلى الأهرامات. لاحظ العلماء أن المواد المساعدة تم توصيلها بواسطة الماء. تم قطع الكتل الأساسية للأهرامات مباشرة هناك. بشكل عام لعب نهر النيل دوراً لا يصدق في حياة القدماء المصريين. لقد كان نقطة مرجعية ومؤشرا لما يتعين عليهم القيام به. مثلا في عهد الفرعون زوسر اندلعت مجاعة رهيبة بسبب الجفاف. على الأرجح لهذا السبب قرر السكان المحليون وقتها بناء هرم للتضحيات لسلف الآلهة. بشكل عام كان قدماء المصريين يؤمنون بشدة بآلهة مختلفة، كما كانوا يعبدون فراعنتهم. أحدهم المعروف جداً كان توت عنخ آمون ومعروف باسم الملك توت. قد يبدو أن الاهتمام به قد تضاءل منذ زمن، لقد اكتشف الناس وحفروا كل شيء، لكن القصة لم تنتهي. أتعلم أنه توفي عن عمر يناهز 19؟ لقد صنعت أفلام كثيرة حوله لمحاولة كشف سبب وفاته الحقيقي، كما استشهدوا بصورة الأشعة عام 1968 وأضافوا نتائج الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب. كل هذا جعل المرأة يصدق أنه أصيب بجروح بالغة في الضلوع بالإضافة لكسر في ساقه. كان من المحتمل جدا أنه قتل في حادث مع عربة من نوع ما. لإكمال القصة أود أن أقول لا تتسرع في تصديق هذا. وذكرت مجموعة بحثية أخرى أن الفرعون لم يمت بسبب اصطدامه بمركبة، بل لسقوطه منها. بدلا من ذلك رأوا هجوما من قبل فرس النهر، وهناك أيضا نسخة أبسط. ربما عانت مومياء الفرعون على أيدي اللصوص وعلماء الآثار السود خلال الحرب العالمية الثانية الذين كانوا مهملين لجسده. لكن في رأيي النظرية الأكثر إثارة هي أن سقوط الملك عن العربة كان شبه مستحيل، لأنه كان يعاني من حنف القدم وبالكاد يستطيع الوقوف بمفرده. لتأكيد ذلك توجد حقيقة أنه كان هناك 130 عصا في دفنه، والتي من الواضح أنه استخدمها طوال حياته. ربما مات بسبب زواج القربة. أظهر تحليل الحمض النووي أن والديه كانا أخاً وأختاً، لذا فإن جسده الضعيف لا يستطيع تحمل بعض الأمراض، على سبيل المثال الملاريا. كتل متحركة مع الصوت. أعتقد أنكم شاهدتم في الأفلام كيف تقوم الشخصيات بتحريك الأشياء الثقيلة بمساعدة عقولها. قد يبدو الأمر غير واقعي، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. من الممكن نظرياً تحريك الكتل، إن لم يكن بمساعدة قوة الفكر فبمساعدة الصوت، وكان ذلك ممكناً منذ زمن بعيد في مصر القديمة. أجرى العلماء المعاصرون تجارب عديدة التي اكتشفوا فيها أن الصوتيات يمكن أن توفر مساعدة لا تقدر بثمن في التحليق.
في البداية رفع العلماء أصغر الكرات الممكنة، وبمرور الوقت زادوا قطرها. برغم أنه يبدو غير ضروري إجراء العديد من التجارب، إلا أن العلماء يؤكدون لنا أنها مفيدة، لأنه في كل مرة تم استخدام طريقة جديدة للرفع، حطم فريق واحد مشارك في مثل هذه التجارب الرقم القياسي لحجم الجسم المرتفع باستخدام 3 محولات صوتية تولد موجات من ترددات مختلفة. عندما اندمجت الأمواج أحدثت تياراً من الاهتزازات التي أبقت الجسم في الهواء. استخدمت مجموعة بريستول مصدراً صوتياً وعاكساً يسمح للكرة بالعودة بسلاسة إلى مكانها. عليك أن تعترف بأن التوصل إلى طريقة للرفع والبدء في نسبها لمصر القديمة فكرة مشكوك بها. أنت هل تعتقد أن هذا قد يكون صحيحاً أم أنه لا يمكن حدوث شيء كهذا في مصر القديمة؟ صياد الصقور. في يناير 2019 عثر الباحثون على مجمع غامض، أو بالأحرى معبد مصري يتكيف مع نظام المعتقدات، يعود تاريخ ذلك لحوالي القرن 3 قبل الميلاد. من هذه الفترة استقر الأشخاص الذين كانوا بهذه المنطقة وبدأوا بالقيام بأشيائهم. هنا عاش البيليميون، كانت قبيلة نوبية بدوية. في هذا المعبد المصري وجد العلماء حرابهم وتماثيلهم على شكل مكعب وشواهد مع تعليمات متعلقة بالدين، وكان أبرز ما تم اكتشافه هو 15 صقراً داخل المعبد، معظمها مقطوع الرأس. وقد سبق للعلماء أن صادفوا طيوراً مدفونة في هذه المنطقة، ولكن كانت هذه الحال الأولى أن حدث كل هذا في المعبد ودفن العديد منها دفعة واحدة. كما أن العلماء وجدوا نقشاً على المسلة يترجم على النحو التالي: من غير المناسب غلي الرأس هنا. ربما لأسباب دينية قام الناس وقتها بدفن وتحنيط ورسم الصقور. حديقة للميت. خلال دراسات عديدة واجه المؤرخون لوحات جدارية غريبة تم رسم الحدائق عليها. كان الناس قد رأوها فقط في الصور، وبعد سنوات من البحث وجدوا أخيراً شيئاً منها في الواقع. أنا أتحدث عن إحدى الحدائق الجنائزية المصرية الشهيرة. وفقاً للمؤرخين يبلغ عمرها حوالي 4000 عام. إنها قطعة أرض مساحتها 2 × 3 أمتار، وتقع على مساحة مفتوحة مرتفعة عند مدخل القبر الحجري. الحديقة مقسمة إلى قطاعات مستطيلة، كل منها حوالي 30 سنتيمتر مربع. داخل القطاعات وجدوا بذوراً مختلفة وبقايا جذور النباتات. اعتقد المصريون القدماء أن الموت كان خطوة حتمية ومهمة للغاية في حياة الجميع، والتي يجب أن تمر باحترام ودقة. كل الأشياء الموضوعة في القبر ترافق المتوفى في هذا الطريق وفي العالم الآخر، كلها ليست بالصدفة وتحمل معنى مقدسا مهما. في هذه الحديقة كانت هناك أشياء لطقوس تتضمن القرابين، الأشياء التي يفعلها الناس لتسهيل الأمر على المتوفى. لكن ليست مصر فقط هي من تفاجئنا. هيكل عملاق. تعود أصول هذه القصة الغير عادية إلى تايلاند. كانت هناك مجموعة من علماء الآثار عثروا على هيكل عظمي كبير جدا لعملاق قديم. سرعان ما نشر الناس القصة، لكن لم يصدقها الجميع. إذا كان يجب تصديق المصدر الأساسي، في نوفمبر 2017 قام دوغلاس أندرسون ومجموعته بحفر هيكل عظمي بطول 5 أمتار لرجل ميت يقاتل ثعبانا. أتصدق هذا؟ المقال الذي كتبه العلماء كان مدعوما بالصور والفيديو، وكلها بدت معقولة وتجعل المرأة يعتقد أن أولئك الأشخاص طوال القامة كانوا موجودين، لكنها تبدو معقولة للوهلة الأولى. إذا بحثت في الإنترنت عن معلومات عن البروفيسور دوغلاس أندرسون، يتضح أن الرجل لم يشارك في أي أعمال تنقيب لأكثر من 30 عام. ما رأيك بكل هذا؟ هل الهيكل العظمي مزيف أيضا؟ كافنتورين عبارة عن قطعة قماش كتان كبيرة جدا يبلغ طولها أكثر من 4 أمتار، وعليها وجه يسوع المسيح. تاريخ واحدة من أكثر القطع الأثرية غموضا في العالم، غامضة كالكائن نفسه. بدأ كل شيء في نهاية القرن الرابع أو حتى قبل ذلك. لقد نجت رسالة كتب فيها السكان المحليون وقتها أنه من المفترض أن شخصا ما كان يعبد قطعة قماش غريبة وكبيرة عليها صورة المخلص. لم يمضي وقت قبل نقل القماش من فلسطين لمدينة الرها التي كانت أنذاك تحت الحكم الروماني. عندما مات ملكهم استولوا على السلطة ودمروا المجتمع المسيحي. يقال إن قماش الكتان كان مخبأ من خلال وضعه في محراب في أسوار المدينة. في القرن العاشر أعاد الإمبراطور الذي حاصر الرها شراء القماش وأخذها إلى القسطنطينية.
لم تكن القطعة معروفة لأكثر من 100 عام حتى عام 1353، أعلن الشاعر والدبلوماسي الفرنسي جيفري ديشارني الفارس المتدين للغاية والغني جدا أنه كان لديه الكفن. من غير الواضح كيف كان هناك بالضبط، ولكن على مدار 200 عام تم شراؤه مرة أخرى ونقله إلى منزل جديد تورينو إيطاليا. هناك تم بناء منزل خاص للقطعة الأثرية ويتم تخزينها حتى اليوم. بطبيعة الحال وبسبب العدد الذي لا يمكن تصوره لعمليات نقله، يبدو أن الكفن الأصلي قد ضاع منذ فترة طويلة، ومع ذلك تؤكد العديد من الاختبارات صحة البقايا. في ديسمبر 2021 في سويسرا، اكتشف علماء الآثار ساحة المصارع الرومانية الأصغر قديماً بشكل متأخر. دون توقع ذلك، عثر العلماء على جزء من جدار بيضوي به بوابتان هائلتان وعتبات مصنوعة من كتل الحجر الرملي العملاقة. توجد آثار لعناصر جص وخشبية على الوجه الداخلي للجدار. اكتشف علماء الآثار أيضاً شظايا من قاعدة خشبية كانت ستشغل مقاعد منبر الشعب ومسؤولين رومانيين آخرين. بداية اعتقدوا أنهم عثروا على مقلع روماني كبير، ولكن سرعان ما تبين أن هذا كان مدرجا رومانيا حقيقيا. كما يمكن أن تكون واحدة من آخر ساحات المصارعة التي بنيت في نهاية الإمبراطورية، وهذا ليس مجرد تخمين. مثلا في أراضي الساحة الرومانية القديمة كان يمكن العثور على عملة معدنية مسكوكة ما بين 337 ل341 بعد الميلاد. كما يشير شكل الكتل الحجرية وتركيب البلاط النموذجي لهذه الفترة إلى أنها تنتمي إلى العصور القديمة المتأخرة. قطعة أثرية أخرى قيمة لعلماء الآثار هي الحجارة الحكومية. في وقت من الأوقات كانت بمثابة تابوت لشخصية خاصة من الثقافتين النرويجية والبريطانية. قد أخرجها الناس من الأرض في القرن 19. عثر على 46 منها في حين نجا 31 اليوم. تم تزيين كل من هذه التوابيت الغير عادية برسم فريد للحيوانات وتزن نصف طن. كما قلت، الرأي الأكثر شيوعاً عنها هي أنها كانت تستخدم لتخزين الجثث، ولكن إذا كان الأمر كذلك فأين الجثث الآن؟ ربما كان كائناً سحرياً هو الذي نقل رفات الموتى، أو ربما ليس ما يعتقده الناس. أنت ماذا تعتقد؟ عملت مجموعة من العلماء من تركيا في مدينة إيزونوي القديمة ووجدوا تمثالاً لذكر ارتفاعه 210 سنتيمترات، بالإضافة لرؤوس منحوتة لآلهة الأساطير اليونانية إيروس ودينيسوس وهرقل. سارع المتخصصون لإرجاع الأشياء إلى وقت محدد، اتضح أن كل هذا تم إنشاؤه منذ حوالي 2000 عام. كما اعتقد علماء الآثار إن الاكتشافات الأخيرة لها علاقة بحفرياتهم الأخرى قبل عامين. خلالها وجدوا جذع هرقل المنحوت. قد يبدو الأمر كما لو أن اللغز قد تم تجميعه أخيراً، لكن الأمر لم يكن كذلك. لم يكن الرأس مناسباً للجسم، مما يعني أن لديهم الآن شظايا من تمثالين للبطل يأملون في العثور على أجزاء منها لاحقاً. لكن هذه ليست كل الأشياء التي لفتت انتباههم. كان الاكتشاف المهم الآخر هو تمثال ذكر كامل تقريباً يبلغ طوله أكثر من مترين. الشيء الوحيد الذي يفتقره هو نصف قاعدة التمثال والقدم. أتساءل كيف صنع القدماء هذه التماثيل الجميلة؟ في هذه الأثناء في اليابان، عثر علماء الآثار على سيف ضخم طوله 2.3 متر. كما يقول الباحثون، تم اكتشافه أثناء عمليات التنقيب في تل دفن توميو موراياما الذي يعود للقرن الرابع الميلادي. التلة التي يبلغ قطرها 86 متراً وارتفاعها 10 أمتار تنتمي إلى فترة كوفون، أي إلى أحد أقدم العصور في تاريخ اليابان كله. كشفت الحفريات السابقة هنا عن عديد من الأدوات الزراعية والأواني والنحاس الأسطواني والأواني البرونزية والمرايا المزينة بصور الآلهة والحيوانات. خلال الحفريات الجديدة اكتشف علماء الآثار سيفاً عملاقاً داكناً، وهو نوع من سيف البرونزي المميز لليابان القديمة بمقبض على شكل قضيب وشفرة عريضة. برغم مبدأ التصنيع الغير معتاد، كانت السمة الرئيسية للسلاح كما خمنت بالفعل هي حجمه. من الصعب تخيل من يمكنه صنعه، لأنه يجب أن يكون عملاقاً حتى يتمكن من استخدامه بشكل مريح. بناءً على ذلك يقترح الخبراء أن السيف لم يتم إنشاؤه لأغراض طبيعية، ولكن للطقوس القديمة لصد قوى الشر. ويدل على ذلك المادة التي صنع منها السيف وكذلك شكله. السلاح ليس من الحديد ولكن من البرونز. النصل منحني ويشبه الثعبان، وهو نفس المخلوق الذي كان يعبده السكان الأصليون وقتها. إناء مع عملات معدنية. اكتشاف آخر من اليابان والذي فاجأ الجميع بشكل لا يقل عن ذلك هو إناء خزفي ضخم يزيد قطره عن متر.
كان هذا الغرض الغامض مملوءا بالعملات القديمة؟ يعد أكبر اكتشاف للعملات في العصور الوسطى في تاريخ البلاد إذا كان يمكن وضعها هكذا. يحتوي على عملات عمرها أكثر من 6 قرون. كنز من كان؟ لما تم إخفاؤه تحت الأرض ولأي غرض تم تخزين الكثير من الأموال؟ لا أحد يستطيع أن يعطي إجابة دقيقة. بعد تحديد التاريخ التقريبي للكنز المسور، طرح العلماء افتراضاً واحداً: ربما أخفيت هذه الأموال عندما قسمت الدولة وحكمها الإمبراطور، والذي بدوره أعطى الأراضي للشوغون وهم الدكتاتوريون العسكريون. وقرر أحد المحاربين الأثرياء الذين عاشوا هناك إخفاء الكنز خوفاً من التعرض للسرقة، ثم حدث شيء للمحارب وظلت أمواله عميقة تحت الأرض. برج الجماجم. الاكتشاف التالي جاء من المكسيك. إنه هيكل أسطواني من مئات الجماجم التي عثر عليها في منطقة تيمبلو مايور، أحد المعابد الرئيسية لعاصمة الأزتيك تينوشتيتلان. وفقاً للباحثين، ربما كان البرج جزءاً من الرف التقليدي لجماجم السجناء الذين ضحي بهم. إذا كان كذلك، فإن الهيكل كان يحمل ما لا يقل عن 60,000 رأس من الأعداء الذين سقطوا، وهو أمر مذهل. وفقاً لإحدى النسخ الرئيسية، فإن المعبد الذي كان يضم الجماجم حارب الظلام ووفر الضوء للناس. على الأقل هذا ما يؤمن به السكان بشدة. للحفاظ على قوتهم كان عليهم إطعام المعبد بجماجم أعدائهم، لذلك هكذا كان المكان ممتلئاً. لكن من المرجح أن الأمور كانت مختلفة. بعد كل شيء، وجد العلماء رفاة نساء. ربما كان لدى السكان بعض الطقوس الخاصة التي لا يمكننا تخمينها. ما رأيك في هذا؟ أخبرني في التعليقات. والآن سأريكم بعض الهياكل القديمة الغير عادية التي وجدها العلماء منذ وقت ليس ببعيد. أسموها الطائرات الورقية الصحراوية بسبب شكل الممر المؤدي للجزء الرئيسي للرأس. كانت هذه الهياكل مصنوعة من جدران منخفضة، وكان لها تصميم دقيق، ويمكن أن يزيد عرضها عن 100 متر وطولها 4 كيلومترات. يعتقد الخبراء أنه غير البحث عن الطعام قد تكون الهياكل خدمت أغراضاً أخرى. مثلاً، يمكن استخدامها لصيد الحيوانات من أجل التدجين، وفي بعض الحالات كانت الجدران عبارة عن حظيرة للماشية. لنرى الآن صوراً تاريخية لا يستطيع أحد تفسيرها. هل سبق لك أن التقطت صورة ونظرت إليها واعتقدت أن كل شيء جيد؟ ثم نظرت إليها مجدداً، لاحظت وجود تناقض أو فروقاً دقيقة تزعجك؟ حسناً، حدث شيء كهذا مع صور التقطت قبل 100 عام. عام 2015 تلقى متحف كراسنويارسك للتاريخ في روسيا طلباً للحصول على صور لمعالم المدينة السياحية والتي التقطت بعهد الإمبراطور نيكولاس الثاني. أثناء البحث، أذهلت عمال المتحف حقيقة غريبة. في صور عديدة وجدوا نفس الفتاة. كان لها وجه حزين في كل مكان، وترتدي نفس الملابس أيضاً. وبما أن الصور كانت مختلفة تماماً وصورت من زوايا ومسافات مختلفة، فيمكننا أن نستنتج أن صاحب الصور لم يصور الفتاة، ظهرت في الصور بنفسها. عمرها في الصور 8 أو 10 سنوات، وترتدي دائماً قبعة وتحمل مظلة، وترتدي فستاناً ومعطفاً أبيض جميل. لديها جديلة سوداء طويلة مع شريط يتم إلقاؤه دائماً على كتفها. الشيء الوحيد الذي لوحظ هو أحذيتها المختلفة في الصور، ولكن ما بقي ثابتاً هو تعبيرها المتجهم. إنها نظرة تمنحك قشعريرة. قارن المؤرخون الصور بشكل المباني والأماكن المختلفة قبل 100 عام، واقترحوا أنها صورت بالفترة من 1906 ل 1908. ومن الغريب أن الفتاة لم تتغير أبداً خلال هذه المدة، كما لو كانت ليست حية. بدأ الناس بدراسة الصور، أو بالأحرى تحديد مصورها، لكن لم يتمكنوا من فعل ذلك. تم فحص الصور أيضاً عدة مرات. كان بعض الناس على يقين من أنها كلها معدلة، وذلك لغرض واحد هو جذب السياح. لكن تبين فيما بعد أنه لم يكن هناك أي تعديل فيها. أجمع الناس على أن هذه الفتاة الشبح، إما أن تكون ميتة أو لم تجد مكاناً للراحة، أو هي شبح المدينة وتراقب سكانها دائماً. وهذه صورة أخرى لا يستطيع أحد تفسيرها. تظهر 3 أطفال يستمتعون بصحبة والديهم. أراد البالغون التقاط صورة للذكرى، لكنهم لم يتخيلوا أبداً أنهم سيلتقطون صورة لشخص مخيف بشكل لا يصدق بالكاميرا. ظهرت الصورة الظلية المخيفة لفريدي كروغر الشهير خلف الأطفال. بالطبع، أول ما يتبادر للذهن هو أن هذا الأمر مزيف، لكن خبراء التحرير أثبتوا عكس ذلك. لم يتمكن المحترفون من العثور على أي تعديل. إذن قاتل شارع إلم حقيقي؟
الهواتف الذكية. بعد دراسة الصور أو اللوحات القديمة يشعر المرء بعدم الارتياح، ليس فقط بسبب حقيقة أن الحياة كانت مختلفة عن حياتنا الحديثة، ولكن أيضا بسبب إدراكنا أننا ربما نعيش في وهم أو تحت سيطرة شخص ما. لماذا لدي هذه الأفكار؟ بسبب الصور العادية التي رسمت بالقرن 19 أو أوائل القرن 20. وقتها لم يملك الناس أي فكرة عن الهاتف الذكي، وحتى لم يكن يعرف ما هو الهاتف الخليوي. مع ذلك تظهر إحدى الصور بوضوح زوجين يقفان على ضفة النهر ويسلمان بعضهما مستطيلا داكنا بزوايا مستديرة، يذكرنا بنموذج الآيفون المبكر. تذكر منظر المؤامرة فورا النظريات المتعلقة بالسفر عبر الزمن، وكما تعلمون لسبب ما أنا أؤمن بها قليلا. وهنا صورة أخرى رسمت لاحقا تظهر أمريكيين أصليين وأحدهم يحمل شيئا يشبه إلى حد كبير جهاز الآيفون. يبدو أن الأمريكيين الأصليين يحملون هاتف ذكيا بنفس طريقتنا عندما نتصفح أو نلعب الألعاب. وإذا كنت تعتقد أن نظريات الهاتف تبدو غريبة جدا وقد يكون أي شيء، فقط افترض أن هذا هو الحال. بعد كل شيء اتضح أن النظريات العادية غير موجودة. لنواصل موضوع السفر عبر الزمن وننظر إلى هذا الشاب المثير للاهتمام. صورت هذه الصورة عام 1941 والأشخاص فيها متشابهون تقريبا ما عدا واحد. الملقب بمحب السفر عبر الزمن يبرز من بين الحشود، يرتدي نظارات عصرية هذه الأيام وقميصا بعلامة تجارية وسترة بسحاب، وبجانب هذا يحمل كاميرا وكأنه جاء من المستقبل ليلتقط صورا مهمة من السنوات الماضية. نشرت الصورة لأول مرة عام 2004 عندما ظهرت في معرض المتحف. كما تفهم لن يكشف أحد عن صور بلا معنى هناك، مما يعني أنه تم فحصها من قبل متخصصين ماهرين. إذن تبين أن الرجل عاد بالفعل لعام 1941 ليشهد افتتاح جسر ساوث فورك. ربما نعم، لكن بعض الناس لا يعتقدون ذلك. هناك من يعتقد أنه برغم اختلاف مظهره عن الناس وقتها إلا أنه لا يزال ذا صلة ويتناسب مع حقبة ماضية. مثل هذه النظارات كان هذا النموذج موجوداً رغم أنه كان نادراً، أما بالنسبة للكاميرا فقد أنتجت الكاميرات منذ الثلاثينيات. وتبين أن شركة كوداك أنتجتها ذلك العام وكانت بنفس حجم تلك الموجودة في الصورة. ماذا تعتقد؟ هل كان حقاً مسافراً عبر الزمن أم أنه مجرد شخص عادي يبرز من بين الحشود؟ صورة للمستقبل. من كان يظن أن المعارك على الإنترنت يمكن أن تشتعل بلوحة عمرها 400 عام؟ رسم فنان هولندي هذه الأعجوبة التي تسمى صورة صبي. يظن نقاد أنه ابن الفنان بعمر 8 سنوات، بينما يرى آخرون أنه ابن تاجر نبيذ، لكن ليس هو من جذب الانتباه بل حذاؤه. لقد لاحظ الأشخاص الأكثر انتباها تشابها واضحا مع العلامة التجارية الحالية، أقصد نايكي بالطبع. في زوج الأحذية تم التعرف على حذاء نايكي الرياضي الأسود مع شعاره المميز. هذا جيد، لكنها رسمت عام 1652 ولم تؤسس الشركة إلا بعد 312 عاما عام 1964. ولكن كيف يمكن لشيء من عصرنا أن يكون في الماضي؟ ربما آلة الزمن موجودة حقا. بالطبع لن يعطينا أحد إجابة محددة، لذلك لا يمكننا سوى التخمين وتصديق أحد النقاشات. شخصيا أظن أنه إذا كانت هناك بوابة زمنية لن ينقل الناس أحذيتهم إلى هناك، لذلك أعتقد أنها مجرد صدفة. هل تعتقد أنه تم استخدام أي تعديل في هذه الصورة؟ أعتقد أنه حتى المحرر الأقل خبرة أو الشخص الذي لم يعمل مطلقا بتعديل الصور سيقول نعم. لكن الشيء المثير في هذه الصورة أنها غير معدلة أبدا، وقد درس الخبراء سلبيات اللقطة وأدلوا ببيان مذهل. وفقا لهم فإن الصورة تصور كيانات الطاقة المشحونة سلبا، بعبارة أخرى الشياطين. كان استنتاج الخبراء بالإجماع أن هذا الرجل ممسوس بمخلوقات مروعة. بالمناسبة قصة الصورة بسيطة للغاية ومفهومة. جاء رجل لالتقاط صورة لمستند، ولكن بعد طباعتها رأى ذلك هو والمصور. أوافق على أن هذا الأمر يبدو غير معقول، لكن حقيقة تأكيد الخبراء صحة الصورة تجعل المرأة مرعوبا. في الواقع الصور الغريبة ليست موضوعا غير شائع، خاصة في هذا العصر التكنولوجي المليء بالفرص لتمييز الصورة الحقيقية من الصورة المزيفة. هناك الكثير من الصور الغريبة، لكن بعضها يبرز في الخلفية العامة الغريبة والمخيفة.
هذه واحدة منها، صورت عام 1997. جاءت الأمريكية دينيس راسل لزيارة جدتها والتي عمرها 94 عاما، وكانت في دار المسنين لأسبوع فقط. أمضوا الوقت والتقطوا الصور وخططوا للقاء ثاني، لكن لسوء الحظ لم تعش الجدة طويلا وتوفيت قبل موعد لقائهم الثاني. وبسبب الدفن والحزن لم يلمس أحد هذه الصور ولم يهتم بها أحد، لكن عندما رأوها لاحظوا شيئا غريبا. خلف ظهر الجدة كان يوجد رجل يشبه جدهم شبها غير معقول، أي أنه كان زوج المرأة. وكانت المشكلة أنه توفي قبل 13 عاما من التقاط هذه الصورة. المدهش أن الغرابة لم تنتهي عند هذا الحد. طلب أحد أبناء عمومها إرسال الصورة إليه عبر البريد الإلكتروني لينظر إليها هو وعائلته بعناية. في اليوم التالي اتصل بأخته وسألها: هل رأيت الوجه في الأغصان؟ فقالت له: لا. قال: انظري فوق السيارة الحمراء. بالفعل إذا نظرت عن كثب يمكنك رؤية بعض المخلوقات الغريبة والغير سارة. تراقب الزوجين باهتمام من بعيد، فهل هذا حقا هو الموت الذي ينتظر الإنسان أن يزوره؟ ما رأيك؟ من غير الموتى يمكن ربطهم بأكثر الصور غرابة ورعبا؟ مثلا، حدثت قصة غريبة لأمريكية أخرى سافرت مع زوجها لزيارة قبر والدتها عام 1959. غير واضح لماذا، لكنهم صوروا أنفسهم خلال الرحلة. يبدو أنهم أرادوا أن يتذكروا تفاصيل الرحلة، لذلك عندما تحدثت الزوجة مع والدتها عند قبرها وعادت للسيارة صورت زوجها وهو جالس هناك بمفرده، ولكن عندما ظهرت الصورة اتضح أنه لم يكن هناك بمفرده. أصيب الزوجان بالذهول لأنه كان هناك أحد في المقعد الخلفي، وتعرفت عليه المرأة فورا بأنها والدتها. وزعم خبير التصوير الذي فحص الصورة أن صورة المرأة لم تكن انعكاسا ولا تعريضا مزدوجا، هذا يعني تركيب الصور فوق بعضها البعض. انظر إلى هذه الصورة، بماذا توحي لك؟ هل كان مكانا للمسابقات أو مكانا للإخصاء؟ هل هي زنزانة سجن أو ربما هي صورة من فيلم؟ ما تنظرون إليه هو في الواقع زنزانة سجن حيث سجنت ساحرات سالم. هناك قضت النساء المتهمات لحظاتهن قبل الإعدام بين عامي 1692 و1693. اتهم 200 شخص بالسحر وحكم على 19 منهم بالإعدام. عليك أن تعترف بأن الصورة فظيعة، تبدو طاقتها السلبية محسوسة مباشرة من خلال الشاشة. لا عجب أنها تحظى بشعبية على الإنترنت، لأن الكثير يقولون إن هذه هي الصورة الوحيدة التي فيها طاقة حية تتيح لك الانغماس في الماضي والشعور بنفسك في مكان الفتيات المسكينات. لكن لا أستطيع قول ما إذا كنا حقا مساكين. ماذا لو كنا حقا سحرة يلعنون عامة الناس أو يمنعوهم من الوجود بطريقة أخرى؟ حينها سأعتبر هذه العقوبة مبررة تماما، خاصة أن هناك حالات أخرى تثبت وجود هذه الكائنات الشريرة. مثلا، هذه صورة تثبت وجود الشياطين. عام 2014 عندما نشرت، انفجر الإنترنت حرفيا بتقارير تفيد بأن الشياطين والمخلوقات المظلمة حقيقية. وجاء تعليق صاحب الصورة عليها كالتالي: لاحظت ممرضة في موقعها شيئا غريبا على شاشة العرض والتقطت صورة على هاتفها، وعندما نظرت عن كثب لاحظت وجود شيء داكن ضبابي على سرير المستشفى. والمخيف هو أن المريض الذي كان مستلقيا على السرير توفي بعد ساعة أو ساعتين من الحادث. يعتقد أن الكاميرا صورت الموت بأحد مظاهره، والغريب أن هناك من يقتنع بأن هذه الصورة طبيعية تماما. برأيهم لا يوجد شيء غير عادي، يزعم أن هذا مجرد سرير المستشفى وأرجل المريض والمعدات خلفه. بمعنى آخر، قد تكون الساقين بالفعل ملكا للمريض وليس للشيطان، وقد يكون فخذ الشيطان حافة السرير. لكن غير معروف سبب عدم وجود حافة مماثلة بالجانب الآخر. تثير هذه الصور الغريبة والغامضة الكثير، لكن عليك أن تعترف بأن تزييف الصور أسهل، ليس كهذا الفيديو. يعد إنشاء فيديو مزيف معقول أمرا أكثر صعوبة. سأريكم كيف التقط الناس عوالم متوازية بالكاميرا. منذ بضع سنوات، مسافر على متن طائرة فوق الولايات المتحدة الأمريكية صور مقطعا غير عادي، ثقبا غريبا في السماء. كما ترون، الثقب يلمع ويضيء في الضوء. المقطع لفت انتباه العلماء وعلماء الموارئيات،
بينما قال بعضهم إنها مجرد ظاهرة سماوية عادية، واعتقد آخرون أن المسافر قد صور بوابة إلى عالم موازي أو إنذار لنهاية العالم. مر قرابة الأربع سنوات ولم ينتهي العالم، لذا هل من الممكن أن تكون بوابة لعالم موازي؟ في أول أكتوبر 2015 سكان مدينة فوشان الصينية شاهدوا صورة رائعة ومخيفة في السماء. بين الغيوم ظهر شبح مدينة تطفو، من الخارج تشبه إلى حد بعيد المناظر الطبيعية النموذجية لأي مدينة كبيرة، المباني التي تشبه ناطحات السحاب مرئية بوضوح. كما ترون الخطوط العريضة منزوية ومسطحة إلى حد ما، لذلك من الصعب كتابة هذه الصورة كظاهرة طبيعية. بحسب شهود الأعيان بقيت المدينة السماوية مرئية لعدة دقائق ثم اختفت دون أي أثر. ظهرت العديد من النظريات، بعضهم قال إن سكان فوشان شهدوا عالما موازي كان على وشك أن يصطدم بعالمنا، وبعضهم يقول إن الفضائيين حاولوا اجتياح فوشان، وآخرون يقولون إن الظاهرة كانت سرابا. سواء كانت مصادفة أم لا، بعد بضعة أيام سحابة مشابهة ظهرت فوق مدينة صينية أخرى في مقاطعة جينسكي. صور المقطع الآتي في سماء أريزونا في الولايات المتحدة. عندما ظهر هذا المقطع على الإنترنت بدأ المستخدمون بوضع نظرياتهم الخاصة. يعتقد الكثيرون أنه عملية دمج عالمين، عالمنا وآخر موازي. هذه النظرية ليست سيئة، نرى شعاعا يميل إلى السماء وفي نقطة ما يندمج معها كليا مشكلا نورا خاطفا. صور هذا المقطع في النرويج 2009، ووفقا للمصور رأى شذوذا حلزونيا والذي بدأ يكبر مع الوقت كأنما كان يتمدد. كما أضاف أن كل هذا حدث في 15 دقيقة، أثناء ذلك كانت السماء مشتعلة. لم يفهم العلماء هذه الظاهرة، لكن يبدو أن اللغز قد حل. من رآها يؤمن أنها صورة لعالم موازي. هل القدرة على رؤية أضواء هيزدالين في النرويج مصادفة؟ هذه أغرب المصادفات في التاريخ، والتي لا تزال تحير الباحثين حتى يومنا هذا. قد يبدو أنه من أجل تصوير عالم موازي قد تحتاجون لمغادرة المنزل على الأقل والبحث عن مكان مناسب، مساحة واسعة في السماء أو شيء كهذا، لكن المقطع الآتي يثبت أنه من الممكن تصوير عالم موازي من المنزل. المصور من سكان الولايات المتحدة وأراد أن يبقى مجهولا، يقول إنه عن طريق حساباته تعلم كيفية فتح بوابة لعالم موازي مباشرة من منزله. نرى مصباحا يقف على السرير ويغير الإضاءة، في مرحلة ما يبدأ ضوء بالظهور فوقه ويبدو أن الفضاء ينفتح وتظهر صورة مختلفة ويتلاشى الضوء تدريجيا، يبقى فقط حول حواف الفتحة التي تشكلت. من خلاله يمكننا رؤية مدينة من الأعلى، ربما تكون صورة لعالم موازي أو على الأقل بوابة تعرض بعض المدن في الوقت الحالي. وفقا لمؤلف الفيديو، هناك دوامات طاقة معينة في مسقط رأسه تسمح له بالتحكم في الفضاء. بمساعدة تلك الدوامات تمكن من إنشاء جهاز يمكنه من رؤية ما لا يراه الآخرون. ربما هذه الفكرة غريبة، لكنها تستحق الاهتمام. إحدى السكان المحليين كانت في نزهة معتادة عندما رأت شذوذا غامضا في السماء. كما ترون فإن الشذوذ هو عمود كبير من الضوء، والذي يبدو أنه يخرج من الأرض ويندفع إلى السماء. مع ذلك قد يكون العكس هو الصحيح وينتقل الضوء من السماء إلى الأرض. مهما كان الأمر، اعتقد البعض أنها التقطت تصادم عالم مواز مع عالمنا، واعتقد آخرون أنها التقطت جسما غريبا. الأشياء الغريبة لا تحدث في أمريكا فقط، بل في أستراليا أيضا. يقول صاحب هذا الفيديو أنه رأى وهشا في السماء فأمسك بالكاميرا وبدأ بالتصوير. كل ما يمكن أن نراه في البداية هو وهج، ويمكن أن نرى أن الشيء يغير شكله في وقت ما ليظهر بعده شيء آخر كليا، شيء كمصابيح تنير واحدة تلو الأخرى. سرعان ما نزل مصباح منها وابتلع الجسم المتوهج ليختفي بعد بضعة ثوان. قال صاحب الفيديو إنه شعر أنه في فيلم خيال علمي وليس حقيقة. لكن هل كانت حقيقة أم أنها كانت خدعة سينمائية وصادف وجوده أثناء التصوير؟ شاركوني آراءكم في التعليقات وأكملوا المتابعة كي لا يفوتكم شيء. فتحة في السماء. الفيديو التالي يشبه ما سبقه بعض الشيء، لكنه أكثر إثارة لأن الدقة هنا أفضل. كما أنه حدث في النهار، نرى فتحة مصورة في السماء في روسيا. الشيء يبدو كفتحة يظهر من خلالها الفضاء.
ويلاحظ أيضا خط يخرج من الفتحة. هذا الخط شبيه بالذي تتركه الكواكب خلفها عند الطيران. في مقطع آخر يمكننا أن نرى شيئا أو شخصا ما يطير باتجاه الفتحة ويختفي داخلها. يعتقد مستخدمو الإنترنت أن هذه الفتحة هي بوابة عبور الفضائيين إلى عالمنا، وبعض آخر من الناس يعتقدون أنه من الممكن على البشر استخدامها أيضا للتنقل إلى أماكن ضمن المجموعة الشمسية، إلى زحل مثلا. يقال أيضا إنه يمكن الوصول إلى عوالم متوازية من خلالها، إنها شيء كالفتحة الدودية أو ما شابه. وفقا لمعلومات داخلية، هذه الفتحة ليست الوحيدة في كوكبنا، هناك فتحات مشابهة في أماكن أخرى على الكوكب والتي يستخدمها الناس للسفر عبر الكواكب. بالحديث عن الكواكب، المقطع التالي يظهر كوكبا مصور. قد لا يبدو شيئا غريبا، لكن هل سبق ورأيتم كوكبا قريبا جدا من الأرض؟ هذا الكوكب كان أقرب حتى من القمر. علماء الموارئيات الذين شاهدوا هذه اللقطات واثقون بأنه عالم موازي لعالمنا. ربما بسبب بوابات كهذه تختفي بعض الكواكب إلى الأبد. قد يكون سبب الاختفاء الغامض هو بالضبط هذه الظواهر وليس الأماكن الغريبة كمثلث برمودا. أود منكم أن تخبروني ماذا تعتقدون؟ منذ 3 أعوام ظهرت لقطات تظهر فتحة لامعة في سماء رمادية. بعد حين جسم دائري يطير باتجاه هذه الفتحة ويغلقها. وفقا للعديد من الناس فإنه مقطع يظهر بوابة لعالم موازي. يعتقد الكثير من علماء الماورائيات أنه من خلال هذه البوابة وغيرها فإنه فضائيون ومخلوقات أخرى ينظرون إلينا من المستقبل. من المحتمل أن الحضارات المتقدمة تمكنت من فهم الثقب الأسود واستخدامه للسفر عبر الزمن وأشياء أخرى غير معروفة لنا بعد. تتجلى حقيقة إمكانية وجود عوالم موازية ليس فقط من خلال مقاطع الفيديو والصور هذه، لكن أيضا من خلال أشخاص حقيقيين. تمكن عدد قليل منهم من زيارة عوالم وأبعاد متوازية والعودة. بعد ذلك شاركوا هذه التجربة الفريدة. ترقبوا سماع بعض القصص المخيفة. طريق راميريز السريع. الساعة 11 تقريبا، التاريخ 9 نوفمبر 1986. كان بيدرو أوليفيا راميريز يقود من سيفيل في إسبانيا إلى مدينة الكالا. كان حافظا للطريق وصدم عند رؤية تحويلة أخذته إلى طريق سريع غير مألوف. كان هناك أشياء غريبة حوله، وكل شيء كان غريبا. شعر بدفء وسمع أصواتا بعيدة. مرت سيارات قديمة بيضاء أو بنية اللون بلوحات غير مألوفة بفواصل زمنية مدتها 8 دقائق بالضبط. بعد حوالي ساعة من القيادة وجد راميريز منعطفا إلى اليسار. إشارة طريق أشارت إلى أن هذا الطريق سيأخذه إلى مدينة الكالا، مالاغا وسيفيل. قاد راميريز باتجاه سيفيل، لكنه تفاجأ بوصوله إلى مدينة الكالا. عاد طريقه لكنه لم يجد التحويل ولا الإشارات ولا الطريق السريع. فاعتقد أنه كان في عالم موازي حيث كل شيء ذاته لكن بتغييرات طفيفة. لقد كان هذا الأمر مرعبا. عالم آخر. في 1850 في قرية ألمانية صغيرة إلى جانب فرانكفورت ظهر رجل غريب لم يعرف أحد من أين أتى. كان يتحدث الألمانية ويبدو أوروبيا. تم استجوابه من قبل عمدة فرانكفورت وقال إن اسمه هو جوفر فورين وأنه أتى من منطقة لاكساريا من قارة ساكريا. قال إنه لم يفهم أي لغة أوروبية إلا الألمانية، لكنه يكتب ويقرأ باللغتين اللاكسارية والأبرامية. وفقا لما قاله الرجل الغريب، الأبرامية هي اللغة المكتوبة لدى رجال الدين في لاكساريا، وقال إن ديانته قريبة من المسيحية. كما أشار إلى أن لاكساريا بعيدة مئات الكيلومترات عن أوروبا يفصلهما محيط. قال جوفار إنه أتى إلى هنا بحثا عن أخيه الضائع. بطريقه تحطمت سفينته ولم يستطع معرفة موقعه. علماء ذلك الوقت صدقوه ودرسوا قصته ثم أخذوه لبرلين. ما زال غير معروف بالضبط من كان هذا الرجل، لكن الكثيرين يعتقدون أنه أتى من عالم موازي لا يشبه عالمنا أبدا. هذا كل شيء. أخبروني بالتعليقات، أتؤمنون بالعوالم الموازية؟ شكرا للمشاهدة وأراكم لاحقا.